مرحبا بكم في لاشين ديالي دودي كوك اون بريندك. الناس اللي اول مره كيشوفوا لي فيديو ديالي يتابوناو في لاشين، والناس اللي ديجا ابوني يفعلوا جرس باش يوصلهم كل جديد. في الفيديو ديال اليوم وفي اطار التحضيرات ديالنا ديال البوفي ديال اونيكورن، في الفيديو ديال اليوم غنتقاسم معكم الطريقه اللي درت بها لا ديكوراسيون ديال لي كاب كيك في لو ميم تيم ديال اونيكورن. بيان سور اون ديكوراسيون اللي كتجي هائله في المنظر وسهله في التحضير، نخليكم مع الطريقه ديالها. اول حاجه غادي نبداو كنصايبو في لي كورن. هنا عندي لا باتا شوكولا في لو بلون، انا ديجا خلطت فيها شويه ديال لو دوري باش تجيني سهله في التلوين. من بعد كيف ما كتشوفوا كنسرحوها واحد شويه بحال ان بودا، كندوروها بهذه الطريقه وكنجيبو الموس وكنقطعوها من الوسط وكنحاولوا نقادوها باش تجينا واقفه. غنعاودو نفس الطريقه، كنديرو بحال حربل صغير وكندوروه على بعضو وكنجمعوه من الفوق بيان سور، وكنديروه بوينتو من الفوق وكنقطعوه بالموس باش كيجي بهذه الطريقه. في المرحله الثانيه عندي هنايا دوائر اللي غنديرهم على لي كاب كيك ديالي، كنحاول انني ندير فيهم ثقوب في الجوانب باش كتعطيهم واحد لي ديكوراسيون زوينه. باغ لا سويت غادي نبدا اللون في هذوك لي كورن ديالي. كيف ما كتشوفوا هنا عندي لا بودغ دوري كتباع عند اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات. بهذه الطريقه كنبدا لون في لي كورن ديالي. باغ لا سويت هنا غنصيبو بحال دوائر وغادي نديرو بهم مودينات. هنا كنلصقو لاباط على بعضها بشويه ديال الماء كيف ما كتشوفوا، وهنا من بعد ما درت شويه ديال الماء في الجوانب حتى لي كورن غادي نبدا نلصق دوك لوريدات ديالي، وبيان سور هادوك لوريدات اللي غيكونوا في الالوان ديال لو تيم ديال اونيكورن بهذه الطريقه. وفي الاخير غادي نجيب لا بودغ دوري اللي غادي نلون بها دوك لودينات، وكنحاولوا اننا ما نخسروش بيان سور هادوك لي فورم اللي حنا مصايبين، وما نطيحوش لا بودغ دوري على الوريدات بهذه الطريقه. من بعد غادي نجيب داك لو فوتر اليمونتير صالح للاكل وغادي نبدا نصيب به دوك العوينات بهذه الطريقه. الا ما توفرتوش عليه تقدروا تصيبوا العوينات بشويه ديال لاباتا سكر في لو نوار، وكنبقاو حتى كنكملوا. وفي الاخير كنلصقوهم على لي كاب كيك ديالنا اللي درنا فوق منهم شويه ديال لاغاناش، ولا شويه الا ما كانتش غادي تديروا فيهم لاغاناش كتلصقوهم بشويه ديال الجلوكوز مع الماء بهذه الطريقه. غادي نخلي لكم في صندوق الوصف دي روسيت باش تحضروا بهم لي كاب كيك ديالكم. نتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تخليو ليا دي لايك ودي جيم وتبارطاجيو لا فيديو، وبيان سور فو كومونتير باش تقولوا ليا كيف جاتكم لا ديكوراسيون ديال اليوم. ما بقى لي الا نودعكم، شكرا على المتابعه.